النهارده وكاله فيتش عامله رفعه تصنيف ايجابي لمصر. خلي بال حضراتكم، هذا الامر في منتهى الايجابيه لينا. على فكره الوكاله دي من 2019 ما عملتش التصنيف ده لمصر. اول مره تعمل تصنيف تتكلم على تصنيف ايجابي مستقر للدوله المصريه، رساله ايجابيه رغم العالم والحروب اللي حواليه. ولكن فيتش النهارده بتقول التصنيف المصري الى التصنيف لاول مره لرفع لبي، ولاول مره منذ عام 2019. هذا التصنيف طبعا مع نظره مستقبليه مستقره. وكاله فيتش ما بتعملش الكلام، لا دي وكاله مهمه جدا وتقاريرها مهمه جدا. المؤسسات الدوليه مع المستثمرين مع صار لما بيشوفوا الوكاله بتعمل ايه كله يبدا يقول لك فيتش بتتكلم على مصر بالايجابيه دي دلوقتي. دكتور مصطفى بدر مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ سريعا عشان وقتنا وقت سيادتك، ايه الاسباب اللي ادت الى فيتش انها تعمل هذا التصنيف الان والاول مره من 2019؟ ايه الاسباب؟ بالتاكيد طبعا وكاله فيتش من اهم الوكالات العالميه بترفع التصنيف لائتمان مصر من الاحداث والاجراءات اللي بتحدث في الاوضاع الاقتصاديه المصريه. وكاله فيتش مثلها مثل طبعا المؤسسات هي، ويمكن حضرتك متابع وكل هادينا الكرام، حتى صندوق النقد الدولي متابعته تقديراته خلال الايام الماضيه اللي اعلن بيصر مصر والاصلاحات في مسارها الصحيح بتزود من معدلات النمو ومحاسبه التضخم وزين السياسات الماليه والسياسات النقديه. وده بمنتهى الامانه ده مجهود كبير بتقوم به الدوله رغم التحديات اللي حضرتك تفضلت بذكرها يعني يمكن في مقدمتك والحلقات السابقه. الامر بالنسبه لي في غايه الاهميه، ليه وكاله فيتش النهارده بترفع التصنيف الائتماني؟ بترفع التصنيف الائتماني ده النهارده بتدي ثقه زياده في الاقتصاد المصري. دي شهاده من اهم الشهادات للعالم ان المستثمرين يقدروا يخشوا الاقتصاد المصري النهارده مع كل رفعه في التصنيف الائتماني. نمره واحد. نمره اثبات ان التصنيف الائتماني بيتحسن من زياده التحويلات او التدفقات النقديه الاجنبيه اللي وردت لمصر عام 2024. وطبعا من اشهرهم صفقه راس الحكمه، زياده من الاكتشافات والاصلاحات لعمليات لجذب الاستثمارات الاجنبيه بالاخص الاستثمارات المباشره، وطبعا بيتبعها الاستثمارات الغير مباشره كمان. دي امور بيدقق فيها كل وكاله من الوكالات الاجنبيه، اعتقد في وجهه نظري النهارده بتدي دافع لمفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ان يكون لنا يعني زي ما بيسمى كده كريستالينا جورجيفا جايه موجوده في مصر بكره، وفي مؤتمر صحفي بكره مع دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي مع مديره صندوق النقد الدولي موجوده غدا في القاهره. مظبوط، طبعا حضرتك تعلم جيدا وفد كبير جدا بيتناقش مع الحكومه في كيفيه عمليه اجراء التصحيحيه سواء في السياسات الماليه، ويمكن طبعا وزاره الاستثمار قايمه بمجهود كبير ومحافظ البنك المركزي اجراءات وقد ايه ان النهارده. طيب دكتور مصطفى، لما بتعمل هذا التصنيف الايجابي وبتتكلم فيه على رفع تصنيف مصر الائتماني الى بي وبنظره مستقره، الرساله هنا للمثمرين وصنار بكل تأكيد الرسالة بتهمني أولا لكل مستثمر أجنبي بيدي زيادة ثقة للاستثمار ودخوله في الدولة المصرية، ده على جانب. الجانب الثاني يدينا شهادة إن الإجراءات اللي بتقوم بيها الحكومة والأجهزة المعنية سواء مركزي أو وزارة المالية أو الجمارك والفاتورة الجمركية، كل دي إجراءات وتصحيحات وإصلاحات في الاقتصاد المصري بتعشى من احنا نفضل محافظين عليها وتزداد عملية الإصلاح، لأن احنا بنستهدف رؤية الأكثر في عملية التصنيف الائتماني لما أكثر من ذلك حتى نعود بما يزيد من حركة الإصلاح داخل مصر يا فندم، لأن كل زيادة في التصنيف بينعكس على الوضع الاقتصادي المصري بالزيادة. دكتور مصطفى بدر بشكرك شكرا جزيلا، كل التحية لحضرتك سريعا عشان دكتور عبد المنعم سعيد، ولكن لابد من تحية الدكتور خالد عبفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. كان الدكتور خالد عبفار كلمته عن بلدي، عن مستشفى عندنا في شطورة من 2005